تراجع أسعار الذهب 5 أيام عيد الأضحى المبارك، ما هي مستجدات أسعار الذهب وكذلك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم؟ نتابع مع حضراتكم في هذه التغطية الاقتصادية. مع انتهاء عيد الأضحى المبارك تتراجع أسعار الذهب مع هبوط سعر الأوقية عالمياً بتراجع سعر عيار 21، حيث سجل سعر الجرام اليوم الخميس 3135 جنيها للشراء و 3120 جنيها للبيع، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيها. سجل سعر الجرام عيار 18687 جنيها للشراء و 2674 جنيها للبيع، بيظل متراجعا بفارق كبير عن أعلى سعر في موجة الارتفاعات الكبرى بنهاية يناير الماضي والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه، بينما سجل عيار 24582.75 جنيها للشراء و 3565.75 جنيها للبيع، كما هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه. جاء أيضا الجرام عيار 14 اليوم 2090 جنيها للشراء، وسجل الجنيه الذهب لسعر عيار 24.25080 جنيها للشراء، كما سجل 24.960 جنيها للبيع. وبعد 25.480 جنيها قبل أيام بفارق نحو 400 جنيه، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر سجله في يناير الماضي. نذكر حضراتكم أن هذه الأسعار دون إضافة المصنعية، فعند حساب مصنعية الذهب عند شراء المشغولات يتم إضافة متوسط مبلغ من 80 جنيها إلى 200 جنيه، وتختلف المصنعية من تاجر لآخر حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170 و200 جنيه. أيضا هناك عوامل لا تكون هي التي تحدد سعر الذهب، ومنها معدل سعر الفائدة عالميا، حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، أما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقا لحالة البلد الاقتصادية. وتتحكم أسعار النفط عالميا في الأسعار أيضا، فعادة ما يشهد سوق النفط ارتفاعا وانخفاضا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أمانا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. الآن نأخذ جولة حول مستجدات الدولار اليوم 5 أيام العيد المبارك، حيث جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.64 جنيهاً للشراء مقابل 47.78 جنيهاً للبيع. أما في بنكي مصر والأهلي المصري، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 47.66 جنيها للشراء مقابل 47.76 جنيها للبيع، وجاء أعلى سعر للشراء اليوم فوصل إلى 47.75 جنيها في مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وميت بنك. في بنك كريدي أجريكول، سجل سعر صرف الدولار 47.66 جنيها للشراء مقابل 47.76 جنيها للبيع، وبنك الأسكندرية سجل 47.66 جنيها للشراء مقابل 47.76 جنيها للبيع،
أما في البنك الأهلي المتحد فسجل 47.65 جنيها للشراء مقابل 47.75 جنيها للبيع. وجاء سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 47.66 جنيها للشراء مقابل 47.76 جنيها للبيع. وسجل في ميد بنك اليوم 47.75 جنيها للشراء مقابل 47.85 جنيها للبيع. وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 47.63 جنيها للشراء مقابل 47.73 جنيها للبيع. أما في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.66 جنيها للشراء مقابل 47.76 جنيها للبيع. لا ننسى أن رجال الأمن من وزارة الداخلية يلاحقون الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، وخاصة أن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء. مشاهدينا، هذه كانت مستجدات أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 20 يونيو من عام 2024 وخامس أيام عيد الأضحى المبارك. كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.